السلام عليكم، هلا والله شباب. اليوم كان مؤتمر مايكروسوفت الصحفي لـ E3 2018. كان المؤتمر فيه إعلانات ممتازة، خدمات ممتازة، فيه إعلانات وسط. ما راح ألخص المؤتمر بالترتيب الأحداث اللي صارت، راح ألخصه بعناوين كبيرة: ألعاب حصرية، ألعاب طرف ثالث أو يعني على جميع الأجهزة، شراء استوديوهات، هذا بتكلم عنه بالتفصيل، وخدمات جديدة. طبعا مؤتمر مايكروسوفت كان فيه ألعابهم الحصرية لهيلو انفنت، إعلان جديد، جيرز اوف وور 5 إعلان جديد، باتل تودز إعلان جديد، فورزا هورايزون 4 برضو إعلان جديد، كراك داون 3 اللي نعرف عنها من أول بس يعني جابوا لها عرض جديد، وأكدوا أنها راح تنزل في فبراير 2019، أوري أند ذا ويل أوف ذا ويبس اللي هي لعبة الاندي اللي جزء ثاني لأوري أند ذا بلايند فورست اللي كانت قبل سنتين أتوقع، والإعلان اللي ماني قايل ما حد توقعه لكن تيلز أوف فيسبيريا ديفينيتيف إديشن اللي هي أعتبرها أنا أفضل تيلز نزلت في السوق. الألعاب الغير حصرية أو اللي موجودة على جميع الأجهزة تكلموا عن سايبر بانك 2077 اللي هي من نفس مطورين ذا ويتشر سي دي بروجكت ريد، فول أوت 76 من بتسدا، ديفل ماي كراي 5 من كابكوم إعلان كان ممتاز، كيندم هارتس 3 وجابوا لنا عالم فروزن، ذا ديفيجن 2، شادو اوف ذا توم ريدر، سيكيرو شادو داي توايس من فروم سوفتوير مطورين دارك سولز، داينغ لايت 2، مترو اكسيدس، جمب فورس اللي هي لعبة قتال مع شخصيات الانمي اللي مملوك الجمب، وجاست كوز 4. في المؤتمر تكلموا عن استديوهاتهم اللي يملكونها، استديوهات الطرف الأول. في استديو اسمه The Initiative، استديو جديد وأعلنوا عنه وأعلنوا عن اللوجو حقه، واشتروا 4 استديوهات ثانية. الاستديو الأول اللي هو Undead Labs، نفس المطورين اللي طوروا ألعاب State of Decay، Playground Games اللي يسوون Forza، The Compulsion Games اللي يسوون سووا We Happy Few، والاستديو الكبير اللي اشتروه مايكروسوفت اشتروا نينجا ثيوري، نفس الاستديو اللي سوى لعبة هيل بليد سينوا سيكريفايس. تكلموا في المؤتمر عن خدمات جديدة، من أهمها خدمة اللعب عبر الشبكة، راح يخلون ألعابهم تشتغل على الجوال تابلت والأجهزة الذكية، وراح تعمل مثل قوة عمل الأجهزة المنزلية في الإكس بوكس. تكلموا في المؤتمر عن خدمة إكس بوكس جيم باس، هي خدمة قديمة موجودة من قبل، تدفع فيها $10 في الشهر، عندك 100 لعبة تختار منها اللعبة اللي تبغاها وتلعبها، كل شهر تتحدث لك ألعاب، يشيلون ألعاب ويحطون ألعاب مكانها. طبعا ألعاب مايكروسوفت الطرف الأول راح تكون موجودة من أول ما تنزل، وتكلموا عنها من قبل، وخدمة وميزة أشوفها رائعة جدا أنك $10 فقط تجرب ألعاب مايكروسوفت الطرف الأول. فيل سبنسر أكد أن إكس بوكس 1 ما هو نهاية الأجيال بالنسبة للإكس بوكس، إنهم الآن قاعدين يعملون على جهاز جديد تحت التطوير وراح يعلن عنه إن شاء الله في السنوات القادمة. بالنسبة لي أنا أشوف مؤتمر ممتاز، أشوف مايكروسوفت كأنها بدأت تصح مسارها، شراء استوديوات، إعطائهم جميع الموارد اللي يحتاجونها عشان يطورون الألعاب بأفضل شكل ممكن، ألعاب حصرية سواء كان ألعاب كبيرة أو برأس مال ضخم أو ألعاب مطورين مستقلين، التركيز أيضا على الطرف ألعاب الطرف الثالث واستعراضهم في مؤتمرهم. بالنسبة لي لو بختار لعبة للمؤتمر بختار لعبتين مش واحدة، Shadow Die Twice من From Software وريماستر Tales of Vesperia. وهذا كان ملخص مؤتمر مايكروسوفت الصحفي لـ E3 2018. أتمنى أن يكون وفقت أني وصلت لكم الملخص بدون ما أنقص من المؤتمر نفسه، لأنه كان تقريبا ساعتين إلا ثلث. لا تنسوني من التعليقات لايك للفيديو وشير على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، واشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين، ونشوفكم على خير بإذن الله.